ولا واحد منا نطق بكلمة. ما كانها فرصة وجات لعندنا. صراحة المفاجأة عقدت لساني، حسيت وكأن مشدود لداخل. ولا حتى سالم، برغم انه كان جالس جنبه في السيارة. انا ما كان ممكن اقول شيء. بالنسبة لكم انتو كان اسهل، على الاقل كنتوا بتتكلموا وانتوا عاطينا ظهوركم. بعدين انا حالتي النفسيه ما كانت تسمح. ليش في اليوم اللي تتركني فيه سميره يكون هو واجد قريب مني؟ ما اعتقد في صله بين هذا وهذا. انا اللي متعجب منه انه ليش هو ما تكلم، ليش ما قال شيء، مع العلم انه هو اللي يركض ورانا. ليش ما يكون ما هو؟ يعني واحد ثاني. أنا متأكد إنه هو. أنت ما سمعت إيش قال بعد ما نزل؟ قال قصرتوا علي الطريق اليوم، يعني ما اضطرقين إلا عند السكن. أنا هذا الشخص كأني شايفنه من قبل. هين ما أتذكر. نفس الإحساس عندي. لا 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 يا حرام يا حرام يا حرام انت الشيطان ونزلي يا حرام لعن الشيطان على كان رحمة البطن ويقرم. انتوا رحمتوني رحمتوني لما غصبتوني اتزوج واحد مجنون. جاي انتم خايفين علي، خايفين لي اموت، خايفين لي اموت. وانا اللي مت من زمان من يوم ما انزفيت، من يوم ما انضربت العصا قدامكم كلكم وما حد منكم اتكلم. هذا بتفت الولدية، روح قولها. لا حد منكم يتحرك ولا حد منكم يجي، والله لو حد منكم حاول تراني بعق نفسي. وما تكونوا انتوا السبب، عارفين انتوا السبب. ولا ينادي ابوها زوجي، سيروا خبروه بيضحك لكم ولا ما بعيد يغني لكم. وابوي، انا ابوي، انا ابوي، انا ابوي، ابوي مات، ابوي مات وقتل الطمع، قتل الطمع. ليش تبغون يعيش وحال من حال زوج مجنون ولا لي ابو مات؟ اقل شوفي لولدك او لبنتك. ولدي بيطلع ظالم مثل ابوه ولا حتى مجنون بالذات. وبنتي لا تجي وراي الا اذا كنت ناوي تساعدني. من هنا ممكن اطلع لها؟ من هنا؟ من هنا انا بدلك على اقرب مكان. انت تعرفها؟ لا، هي يعني اكيد المسكينه هذه مظلومه والدنيا مسوده في عيلها، زوجوها غصب عنها واحد مجنون. والله يجازي اللي كان السبب. انت تعرفه؟ من اللي كان السبب؟ انا. انت؟ ها لا اقصد من هنا. مو اسمها سادة. زي انت خليك هنا وانا بروح لها بروحي. يا رب ارحمني. الله خبروني ليش تبغوني اعيش؟ والمن اعيش؟ المن لزوج مجنون؟ لزوج مجنون اعيش ولا لي ابو مات؟ Thank you.
مني، تعال تتخطى مني من الدرب، برمي نفسي وبتكون انت السبب. انتي تعرفيني يا سعدة، تعرفيني؟ لا انا ما اعرفك، ما اعرفك. لك مكانك الله يخليك. انت من؟ انا اول مرة اشوفك. ما تتذكريني يا سعدة؟ ما تتذكريني؟ أتذكرك، أنا أول مرة أشوفك في الحارة. أنا أعرفك من يوم ولدتي، وأنا اللي سميتك سعدة. لا لا لا، أنت ما أبوي، ما أبوي، ما أبوي، ما أبوي. كنت يوم مار بلادكم وجلست عند الفلج وشربت من مايكم وارتويت وتظللت تحت الرولة، ولما جاني صوت العصافير قلت أشاركك أفراح، وطلعت مزماري من جيبي وعزفت عليه، ومر علي رجال فرحان من غير ما سأله أو يسألني، قال لي أنا فرحان لأن زوجتي جابت بنت وأنا سعيد وفرحان. قلت له سميها سعدة، مش عن، وهو يردد سعدة سعدة سعدة. ايش قاعد تسوي انت؟ ايش قاعد تسوي؟ ليش تربط رجولي بالعمل؟ ليش؟ ليش؟ اسمعني، انت ما بتضحك علي بكلامك، تراني العين برمي نفسي. ما تقدرين، ما تقدر تفكيه، خليه مثل ما هو، انا رابطنا في ايدي، واذا رميت نفسك بتجريني معك. خليني افك، خليني. بعدين انت ايش ذنبك؟ ايش ذنبك تموت معي؟ انت ما كرمت بشيء. انا جيت هالبلاد يوم ما انولدتي، وبصير منها لما تموت. بس انت ما حد يعرفك. انا جيت هني اسمي الولد والبنت اللي بتجيبيها، قالوا لي انش بتولدين اليوم. إذا جاش ولد سميه على جدك يا سعدة، وإذا جاتش بنت سميها على أمك نصرة. يلا ما بقى وقت يا سعدة، قومي أنا بصير معش وبنتظر تحت الرولة الخبر، حيث لقيت أبوش أول مرة. يلا يا سعدة، يلا يا سعدة. بس أنا خايفة. لا تخافي. أي واحد منكم يتقدم ما عنده غير هذا الخنجر. أنا ما أمزح ولا أحب المزاح. ساعدة بتمشي قدامكم لبيت، وأنا بنتظرها في الخارج لحد الله ما يسهل عليها، ولا واحد منكم يقول لها شيء. تعال يا سعد، تعال. هو
أنا متأكد إنه هو. أنت تقول هو، وسالم يقول هو، وأنا أقول هو، لكن هو من؟ هو من؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. سعد كمال. حمد، حمد بن ناصر. اليوم التقيت بإنسان غريب، تمنيت أن أكون مثله. قال لي اسمه حارب. حارب؟ وين شفته؟ ومتى وكيف؟ إيش صار فيك يا أبو ناصر؟ وكأني ذكرتك بجرح قديم. حارب هذا لا، حارب هذا لا، سمعتني؟ ما تعرفت عاد إلا على حارب؟ وبعدين إيش هذا اللي في يدك؟ مزمار؟ هو عطاك ها؟ وتبغاني ما ينهز كياني بعد؟ مزمار؟ هذا مزمار يا أبو ناصر، يعني ما سكين أو خنجر أو حتى دفق، يعني هذا ما منه خطر. لكن أنت المزمار أخطر من اللي ذكرتهم كلهم. أنا حتى ما أعرف أعزف عليه لين تو. بتتعلم، ما في أسهل إنك تتعلم على المزمار والطبل، خاصة في حالتك أنت. ما هي هذه المسألة؟ ما المزمار المشكلة؟ حارب، أنت تعرف حارب؟
سمعت عنه بس ما شفته، لكن اليوم بسير له، ولا كل شيء بينتهي قبل ما يبتدي، وكل بنته الأيام وتعبها، وكل أكدت الليالي وسهرها بتنثر الريح. حارب حارب، أنا ما شفت منه إلا المفقود في الناس كلها. حسيت كأني مني من داخلي، كأني أعرفه من زمان، رغم أنه ما أتكلم إلا القليل. حتى لما سألني عن اسمي وقتل ناصر سكت، كأنه تذكر وطرق براسه حزين. لما سألته ذكرتك بحبيب غايب، رد علي بمزمارة، سمعت منه نغمة حزن دافئ مثل الشوق ومع عن الرحيل والغربة. لما سألت عن وجهته هذه المرة رد علي، قال لي أدور عن حبيب وحبيبة. قلت لمن هم؟ قال لي الحبيب أنا أولابه، سرق من الليل هو في مهده. قلت له والحبيبة؟ قال خذها نهار ظالم، قال كانوا ليل ونهار لكنهم ما كانوا من أيامي. ما قال لك أكثر من هذا؟ سألني عن هذا الحرس. الحرس؟ اي نعم، قال لي قدر ناصر ما في الحروز، قدر هني على الجبين، وطلب مني فسخة. لما أنا أموت فتح هذا الحرز في كل شيء، هذا الحرز في كل شيء. أما أقول لك لا ربطه هنا ربطه، في يوم من الأيام بتحتاجه، هني ما حد يشوفه لا حارب ولا غيره. أعطاني مزمارة، قال لي بنلتقي، بيجيبك مزماري، بيناديك، ومن غير ما أسأل ليش قال لي لأنك ناصر. مش حارب تأخرت كثير، ما بقى مني إلا البقايا، بقية قلب بقية روح، من؟
أنا وراك يا علي. حمد؟ إيه الناصر يا علي؟ خليته عندك أمانة، قلت إنك بتحافظ عليه كأنه ابنك. دائما تجيني وتسألني وأقول لك ناصر غرق. سلمتك إياه رضيع، قلت إنك بتطعمه من قلبك وبتسقيه من روحك. ناصر غرق، كان سباح وغرق. كيف يغرق السباح يا علي؟ كيف؟ جف غير وقته، جف وقت ما حد كان يفكر فيه، الكل كان يسوي من غير ما يفكر، أما هو كان يفكر، غرق وهو يفكر، ما غرقته أفكاره لكن غرق البحر اللي كان حوله. وعدتني تجيب السكن هنا في البيت القديم في حارتنا بين أهله، لكني تأخرت واجد، لكن جاي مثل ما أنت تجي. هو جاي لكن في صورة واحد ثاني. قرب ويوصل بس المطر تأخر. هما ثلاثة، يمكن يكون واحد منهم، حتى لو ما كان فيه حمد. انتي بعد ايش ما نمتي يا بنتي؟ ما قايلني نوم، افكر في عمي علي. يا بنتي يا عم مش علي رجال، هو يقدر يدافع عن نفسه، لكن وحيد ما حد معاه، حتى انت قلت انك بتوقف وجهه. هذا اذا غلط. هما بيقولوا وبتصدقهم انت يا بنتي، هما ما لهم مصلحة في هذا. تعتقد ابوي؟ ما حد يغضب هذه الايام من حد من غير سبب، ولا حد يرفع العصف وجه حد من غير ما يكون قاصد يضربه. يا بنتي لا تتوقعي مني اني اكون غير عن اللي يبغوه اهل الحارة. احنا خلاص صرنا منهم. لكنهم صاروا غيرهم، غير أنفسهم. كل اللي أتمناه يا بنتي إنك تكوني واحدة منهم وتتزوجي واحد منهم وتحملي بداخلك مستقبل هذا المكان. با هم لين تو معتبرينك غريب. رحيله بيكون في أي وقت، الوقت اللي حددوه هم. حتى بنتك ما واحدة من بناتهم، وما ممكن حد يخطبها من ولادهم. هذا ما صحيح يا بنتي، كثير بنات في سنش ما تزوجها ولا حد خطبها. عندش مثلا زوينة بنت عم السيف. زوينة مسكينة، زوينة
أحس إنها موعودة بليالي سهر فراش شوك. أكيد سامع مثل ما الكل سامع إنه عمي سعود مكلم أبوها عنها، ما تكذب الخبر لأنها أصلاً رافضة صدقه. ولو يا بنتي ولو، من حق سعود أبو حمود إنه يتزوج. الرجال بيموت متحسر على وريث. حتى لو كانت زوينة الثمن؟ أنا ساير أنام، لأني لازم أصبح من وقت في الدكان علشان أقدر أوديه في المستشفى. أنت يا بنتي لازم تتعالجي، لازم تخفي. تصبحي على خير. أنت من أهل الخير يا أبوي، أما أنا فما قايم ينوم. عم علي الظاهر ما حال حد في البيت، لكن ليش الباب مفتوح؟ يمكن نسى يقفله وهو طالع، لكن هين يصير في هذا الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مو زين يعني كله وابو جوهي وابو جوهي وغبنه بالموت. يا هذه سنورة. عم علي انت هنا؟ مين مسوي فيك كذاك؟ مين ضار منك؟ قوم 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 قوم. لا اله الا الله ولا اله. ما اعرف، كنت اكلم حمد بن ناصر ما حسيت الا والضبط. حمد بن ناصر؟ الظاهر ان حد يدور عن شيء. شيء؟ ايش هو؟ حتى الكتب ما سلمت، مع انها كتب عادية. الدفتر، يعني يكون خذ الدفتر. ارفع معي المندوس. ساعدني ساعد ارفع المندوس. الحمد لله الحمد لله. حتى طارش ما جاء. وإيش الفايدة؟ تغيير السكن والمكان ما بيحلوا شيء، ما دام إنه يقدر يحصلنا في الوقت اللي يحدده والمكان اللي يختاره. هو يسوي كل شيء وإحنا لا. ما أعرف، أحس كأننا صرنا اختياراته، صرنا هدفه. تعرف أحمد، أنا أحس إن هذا الرجال غير مؤذي. متابعته لنا من مكان لآخر تخليني أعتقد إنه يريد يقول شيء. ما أعتقد إنه يبغانا نساعده. اللي عارفه إنه هو غير، هو يساعد وبس.
ناصر الله عزفك وقت حلو. أحس إن اليوم طالع من أعماقي، كان الفرح اللي في داخلي هو اللي تعرف بيش أحس يا سالم؟ أحس إن قلبي يتشكل زهرة، زهرة بعد قهوة وحدة تتقد جمرة، والجمرة بعد رنة عود وحدة تبتسم فكرة. والفكرة؟ الفكرة أن أعيش لأني أحب، ما أحب لأني أعيش. ما أعرف ليش يا ناصر، ما أعرف ليش أحس أنك تختلف عني، عن أي واحد. أنا مثلك، ما أختلف عنك إلا في كوني أنا هو أنا وانت المفروض تكون. انت غير حتى في حبك تختلف، مع اني لا احبها مثل كل البنات. شفتها في مكان عادي، في موقف عادي جدا، وفي وقت مثل كل الاوقات، لكن كان المكان هو البحر، والبحر بكل الألوان، والموقف ولادة حورية من رحم الأمواج، والوقت ما بين لحظة نظر لحظة خبر. وتقول لي إنك عادي. أنت صدقت؟ أنا قلت هذا لأن أحاول أفلسف، أعطيها بعد آخر، أجملها، أخلق لها الصورة اللي تمنيتها. ليش بس الخيال يبقى في داخلنا؟ ليش ما يكون منه شوي يلف الواقع، يغلفه؟ تعرف؟ أنا التقيت إيمان في محل صغير، يمكن يكون مكان عادي، بس هي ما كانت عادية، ولا الدهشة اللي في داخلنا كانت. تعرف يا سالم، هناك أمر واحد بس ما قدرت أجمل في عينها، ولا حتى فلسفة. الموت. أحسن الله عزاك. باقي الدواء. أحسن الله عزاك. أحسن الله عزاك. باقي الدواء. هو أبو ناصر. يالله يا كريم يالله، أصبحنا وأصبح الملك الواحد القهار. يالله صباح الخير. مرحبا أبوي، مرحبا، صبحكم الله بالخير. يالله يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. يالله يا الله، على بابك توكلنا يا رب. يا سليمان صبحك الله بالخير. أبو حمود صبحك الله بالخير.
أنا توقعتك اليوم ما تقدر تفتح الدكان. الله يسلمك. قلت يمكن تكون ما صاحي. أحسنت. لا بس الله يسلمك، أنا أشوف اليوم عمري أحسن شوية. إيه سلام. أحسن. سلامتك يا سليمان. أبو حمود؟ نعم. علامك كأنك ما صاحي، باين عليك أنك ما نايم زين البارحة. إيه يا سليمان، أنا البارحة من كثر التفكير ما غمض لي قفل، تميت سهران للصبح. حتى أنت؟ إيش قصدك؟ تراني إنسان مثلي مثلك. لا قصدي إن الله ما عطنك كل شيء أبو حمود، وما ناقصنك شيء، وخير الله فاضل معك. إلا شيء واحد يا سليمان. وحتى هذا، حتى هذا أبو حمود بإيدك إنك تحققه. يعني إذا تزوجت ما حد بيلومني، ما حد بيعيبني؟ حاشاك من العيب يا أبو حمود، حاشاك. أف عليك بس يا سليمان. فضل فضل. كلامك يشرح الصدر يا سليمان. يا الله. سليمان. نعم أبو حمود. لا تنسي إن هذا زواجي الثالث، ما الثاني، ويمكن العيب فيي أنا ما في حريمي. أفا عليك بس يا أبو حمود، أفا عليك. من متى كان العيب في الرجال؟ الحريم هن بس، هن الحريم. نعم، ما يمكن الله سبحانه وتعالى يرزقك بولد ها من أصغرهن وأجملهن؟ ها سليمان. نعم. ما شفت سيف اليوم؟ شوفه تأخر ما جاء. والله يا طويل العمر ما شفته، لكن إن شاء الله بصير أناديته. روح روح ناديه إن شاء الله. ناديه بسرعة إن شاء الله. قل له أبو حمود يبغاك ضروري. حاضر إن شاء الله. يلا بسرعة. ها ولد الحلال عنطاري هو جاء. معلومة حلال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ الحمد لله. عساكم بخير. خير وعافية. عافاكم الكريم. سلمك. ها سيف تأخرت. ها أبو حمود ما حيد بيننا موعد وتأخرت عنه، بالعكس أنا حاس إن اليوم مغبش، لكن أنت باين عليك إنك البارحة ما نايم زين. إيه صدقت يا سيف. سليمان. نعم. إذا سمحت تخلينا أنا وسيف لوحدنا، بيننا كلام مع بعض. بيكون عقب أنا بستأذن شوية الله يسلمك، أبا أسير المستشفى أودي بنتي فاطمة. مرخوص مرخوص، بنتك أولى. يلا فمان له. فمان له أبوي. تفضل تفضل سليمان. اسمعني يا سيف، أقول سيف. هات يا أبو حمود. علي هذا لازم يترك الحارة، بعدين هذه حار ما حد فيها. هين الحارة الأولية اللي كنا نذكرها أنا وأنت؟ شوف الحين كل الدكاكين مسكوكة، ما حد يخطف عليك إلا دكاني أنا المفتوح. أنا أقدر أبني لي بيت وأطلع من هذه الحارة وفي أحسن مكان. وأنا أشوف إنه هو هذا الحل المناسب، والمثل يقول الباب اللي يجيك منه ريح صكه واستريح. زينو الحاجة بتشيلها تسكن معك؟ وليش الحاجة؟ بنتك زوينة؟ إيه بس أنا ما فاتحتها. وتعتقد إن هي ما تعرف؟ أكيد تعرف وساكتة وتنتظرك إنك أنت تخبرها. وإيش يضمن لي إن ما يصير في بنتي اللي صار في زوجتك الأولية، أقصد المرحومة؟ اسكت اسكت.
وبعدين أنا ما كنت بنفسي، وأنت تعرف هذا الشيء. ويا سيدي اطمن، سعود ما هو سعود أيام زمان. سعود تغير، صرت أخاف من ظلي، وخوفي هو اللي ما خلاني أنام، لا المرض ولا حتى التفكير. وإيش مخوفنا على بنتي أكثر من خوفك؟ ما بعيدة باكرة النهار تصير تعترف وتبقى بنتي، لا بزوج ولا بأب. ما أعرف، أنا أحس إني غيرك، أنا أبغى أعيش وبطريقتي، ما بكون طماع إذا كان أملي في الدنيا إني أعيش باقي سنين عمري وأنا مرتاح. وإيش اللي أبغى أنا؟ أنت تبغى تهرب، بس تبغى حد يهرب معك. إذا ما أنا فبنتي، أما أنا فأبغى أواجه، وحتى لو اضطريت إني أواجه علي هذا بواجهه. كيف؟ حيلة، بمسايسة، تقريب، وإذا اضطريت فبتهمة، تهمة تودي ولا ترجع. مثل حمد بن ناصر؟ مثل حمد بن ناصر. فكر في كلامي زين يا سعود، تكتشف إنك باغي تهجر الحارة عشان اللي لك فيها. كيف تقدر تهرب من شيء تبغاه؟ أنا ساير عنك، أما عن بنتي فأقول لك انساها.